السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما متتبعي قناة التعليم الابتدائي الرائد؟ كنرحب بكم. إذا يوم جديد ودرس جديد إن شاء الله. إحنا دائما في إطار استعداد الفرد الأول بالنسبة للدورة الثانية، شفنا مجموعة من الفروض وشفنا مجموعة من الدروس كذلك على القناة، كنتمنى أنكم تشوفوها. بالنسبة للفروض اللي شفنا كذلك شفنا التصحيح ديالها، حاولت ما أمكن أنني نعاود نذكركم في الفروض اللي في الدروس اللي شفنا، وكذلك نصوبوا الفروض جميعا صححناها. هذا كي يزيد ينمي الطريقة ديال أنكم كيفاش تتعاملوا مع الامتحانات. كنقول ديما الأمهات والآباء، حاولوا أنكم تمتحنوا التلاميذ ديالكم أو الأطفال ديالكم داخل البيت أولا، من بعد عاد صيفطوهم يدوزوا الفرض أو الامتحان في القسم. إلا عطيتوهم ورقة ديال الفرض ولا ورقة الامتحان وحطيتوها لهم في البيت وقلت لهم أنا يعني تخلقوا لهم جو بحال الجو ديال القسم، تحاولوا تعطوهم واحد المدة محددة باش يجاوبوا على واحد الفرض اللي هو محدد. هذا غادي يزيد يخلي الأطفال ديالكم عندهم واحد القابلية لأنهم يصوبوا الفروض داخل القسم بلا داك لو تخاك اللي تيكون، بلا هذاك التشويش اللي كيكون عندهم، بلا داك الخلعة اللي كتجيهم نهار الفرض. إذا هادو من الحوايج اللي مهمين جدا، خصنا ضروري نركزوا عليهم، خصنا نساعدوا الأطفال ديالنا ما حدهم صغار باش يكبروا، كبر معاهم الطريقة باش كيقراو تكبر معاهم ويوليو يجوهم الامتحانات سهلين. وأي حاجة ممكن أي تمرين عطاتيه ليه ولا عطاتيه ليه يحلو ما يخلعوش واخا. إذا المهم أهم شيء هو أننا ندربوهم ونحطوهم كيف كنقولوا في السكة ونخليوهم يمشيو بلا ما نخافوا عليهم واخا. إذا اليوم غادي نشوفوا فرض آخر في مادة اللغة العربية، غادي نشوفوا الخط والإملاء. كنأكد بالنسبة للآباء والأمهات باش ما ننساش، كيسولوني بزاف على الفيسبوك، كاين بزاف ديال الأمهات والآباء عندهم صعوبة أنهم يدخلوا اليوتيوب، دونك أنا درت لكم لا باج ولا الصفحة ديال الفيسبوك، تقدروا تلقاو فيها جميع الدروس وجميع الفروض اللي كنحط في اليوتيوب، تقدروا تشوفوهم في الفيسبوك كذلك تستفدوا منهم. ودابا ان شاء الله غادي نبداو باذن الله، نبداو ونقراو النص اللي عندنا. او دائما كنقول لكم ننطلق من نص الانطلاق، نقرا اول سؤال. اكتب هذه الفقره جيدا وبخط جميل وواضح. لاحظوا معايا ان هذا مثلا تمرين بسيط جدا وسهل جدا وعليه 10 ديال النقط، يعني كاينين شي نقط ما كيتخصهمش يضيعوا، ضروري اننا نستفدوا منهم واخا بحال هذه النقطه هذه، يعني يكفي اننا نقراو هذا فقره صغيره جدا فيها سطر ونصف، وتحاولوا انكم تعاودوا الكتابه ديالها بخط جميل جدا. الخط كنقول لكم دائما انكم حاولوا الحروف كاملين تكتبوهم بالقياسات ديالهم، ما تكبروش الخط بزاف، ما تصغروش الحروف بزاف وما تكبروهمش بزاف، يعني غتكتبوهم في القياس ديالهم اللي خاصكم ضروري تحترموه باش يبان الخط ديالكم جميل وكذلك يبان خط انيق واخا. اذا نقرا الفقره. انا شامة اعيش في القريه مع اسرتي، في قريتي طبيعة جميلة وهواء نقي، زهورها عطرة وأشجارها باسقة وسماؤها زرقاء صافية. ناس جميل جدا يتحدث عن القرية ويتحدث عن شامة. شامة هي الفتاة التي تتحدث في النص، تحكي عن أنها تعيش في القرية مع أسرتها وتحكي أن قريتها لها طبيعة جميلة، كذلك هواؤها نقي أي الهواء ديالها نقي، وزهورها عطرة وأشجارها باسقة. ما معنى باسقة؟ أي أنها عالية، يعني عالية بزاف. وسماؤها زرقاء صافية، إذا السماء كتبان زرقاء صافية وجميلة، كتبان لنا زرقاء بالأخص فملي كتكون الشمس مشرقة كيكون واحد الجو جميل جدا في البادية، كنا كنعرفوه وكنا كنستمتعوا بالجو الهادئ والهواء النقي ديال البادية كلما أتيحت لنا الفرصة أننا نمشيو للبادية واخا. إذا لاحظوا معايا الخط ديالي، لاحظوا معايا كيفاش أنا عاود كتبت النص، لاحظوا معايا أنا شامة أعيش، لاحظوا معايا الحروف، في قرية مع أسرتي،
في قريتي طبيعة جميلة وهواء نقي، زهورها عطرة وأشجارها باسقة وسماؤها زرقاء صافية. لاحظتوا معايا الخط إلا كان جميل، الحروف متناسقة، كيعطينا واحد النص اللي هو أنيق جدا ونص اللي هو جميل جدا. يعني كنأكد عليكم دائما أنكم تحترموا معايير ومقاييس الحروف شفناها سابقا. وخا إذا ننتقل إلى الإملاء، لاحظوا معايا أكمل بالتاء مربوطة في آخر الكلمة أو تاء كذلك مربوطة في آخر الكلمة أو تاء مبسوطة. وخا إذا كنتمنى جميع الأمهات ولا الآباء اللي متبعين معايا يخليو الأطفال ديالهم ياخذوا واحد اللوحة ويحاولوا أنهم يمليو عليهم هاد الجملة هادي، وخا باش شوفوا الأخطاء فين كاينين وحاولوا أنكم تستدركوا لهم الأخطاء ديالهم، حاولوا أنكم تصححوا لهم الأخطاء ديالهم أولا، عاد من بعد حاول أنك تعطيه الكلمة أو الجملة صحيحة كاملة كلمة بكلمة، تعطيه كل كلمة صحيحة. أي كلمة غلط فيها التلميذ أو التلميذة تحاولوا أنكم تصححوها ليه، هكذا باش تبقى راسخة ليه في الذهن ديالو. حاولوا أنكم تأكدوا عليهم أنهم يبقوا عاقلين عليها، حين تأكد أن في الامتحان غادي تصادف مع كلمة من هذه الكلمات ولا جملة من هذه الجمل غادي تصادف معها في الامتحان، وبالتالي ضروري أنهم يبداو يعقلوا على الكلمة كيفاش كتكتب، واش بالتاء مربوطة أو بالتاء مبسوطة. وخا إذا لاحظوا معايا هنا زرت معرض الكتاب واشتريت فيه قصة مصورة ولعبة مسلية. جميل جدا. إذا أعيد مع الشرح، زرت، لاحظوا زرت هذا فعل، يعني أي الأشياء اللي كنقوم بها حنايا كتسمى فعل، والأفعال دائما تنتهي بالتاء مبسوطة، مع مر الأفعال تنتهي بالتاء مربوطة، دائما الأفعال تنتهي بالتاء مبسوطة. مثلا زرت، كتبت، دخلت، خرجت، قرأت، هادو كلهم أفعال يعني حنا كنقوم بهم، وبالتالي مباشرة كتفكروا أنه فعل حنا اللي كنقوم به، ضروري أنكم تكتبوه بالتاء مبسوطة بدون تفكير. وخا إذا زرت معرض الكتاب واشتريت، فعلا هذا حتى هو فعل، اشتريت أو بعت، كذلك التاء مبسوطة في آخر الكلمة، اشتريت فيه قصة، لاحظوا معايا قصة التاء مربوطة في آخر الكلمة. لاحظوا معايا دائما الأسماء ديال الأشياء تكتب بالتاء مربوطة في آخر الكلمة، مثلا قصة، مثلا مكتبة، حقيبة، مثلا فاطمة، سعيدة، خديجة، يعني الأسماء دائما تذكروا معايا أعزائي التلاميذ والتلميذات اللي كيسمعوني، دائما الأسماء كيتكتبوا بالتاء مربوطة في آخر الكلمة. يعني فين ما تسمعتي مثلا صديقة ديالك سميتها فاطمة، أكيد غادي تكون فيها التاء مربوطة. مكتبة، يعني أسماء ديال الأشياء، مثلا حقيبة، أي أشياء اللي هي فيها التاء وهي عبارة عن اسم ديال شيء ما، دائما كتبوها بالتاء مربوطة، ما عمركم تكتبوها بالتاء مبسوطة. اتفقنا؟ كنتمنى هذه قاعدة حاولوا أنكم تستعنوا بها دائما باش ما عمركم تغلطوا في التاء مربوطة والتاء مبسوطة. لاحظوا معايا هنا لعبة، لعبة كذلك، لعبة فهي اسم لشيء شيء يعني اللعبة، وبالتالي فالتاء مربوطة. مسلية، مسلية يعني اللعبة مسلية وممتعة. مفهوم؟ إذا شوفوا إملاء ديال الهمزة، كذلك غادي ديروا اللوحة أول حاجة وتحاولوا أنكم تمليوا على الأطفال ديالكم هذه الجملة، ومن بعد تصحوا لهم الهمزة. لاحظوا معايا هنا الهمزة على الياء، الهمزة على السطر، كذلك هذه الهمزة على السطر، وهذه الهمزة على الألف. جيد جدا. إذا نقرأ الجملة، قرأ يوسف النص قراءة رائعة، إنه حقا القارئ الصغير. إذا لاحظوا معايا قرأ تكتب بالهمزة على الألف، يوسف النص قراءة رائعة، لاحظوا قراءة كيفاش كتكتب، رائعة كذلك، حقا إنه حقا القارئ، لاحظوا معايا القارئ كتكتب بالهمزة على الياء في بهذا الشكل،
إنه حقا القارئ الصغير، مفهوم؟ إذا إلى هنا ننتهي الدرس ديالنا ديال اليوم، حاولوا ما أمكن أنكم تراجعوا مزيان الخط، كذلك الإملاء بالنسبة للتاء مربوطة والتاء مبسوطة والهمزة بالأنواع ديالها والأشكال ديالها. هادو كلهم غادي يكونوا إن شاء الله في عندكم في الفرد الأول في الدورة الثانية. كنتمنى أنني كنت موفقة في الشرح، ونتلقى معكم إن شاء الله في درس قادم، وإلى اللقاء.